السلام الله عليكم، جمعة مباركة. شو علاج الآلام المزمنة؟ الآلام المزمنة هاي اللي موجودة عندنا من فترة، سواء آلام عمود فقري، سواء آلام في الركب، سواء آلام في الرجلين، سواء آلام هشاشة عظام، سواء آلام مشاكل روماتيزم، سواء آلام الفايبروماليجيا أو التصلب اللي بصير في العضلات أو التصلب اللويحي، أعراض عصبية على شكل نمنمة خضران، عدم وجود مشاكل إحساس، أعراض آلام بتكون متفرعة ليست في منطقة واحدة في كل جسمنا، أي حركة بنسويها بنشعر في الآلام هذه. الآلام هذه مش طول الوقت موجودة وبالشدة هذه، بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، بس بنضلنا حاسين فيها وبنضلنا عاملنا مشاكل كتيرة. مشاكل السكري بتعمل نفس الأعراض وبتسبب في نفس الحالة، يعني هاي حالة مركبة، في أعراض مركبة، في مشاكل مركبة سببها تقريبا سبب مناعي، يعني خربطة في الجهاز المناعي لجسمنا في الدماغ، وبطل يصير يعرف يدافع بشكل سريع عشان يحللنا المشاكل، وصار في عنا اختلاط في الأوراق من قبل الجهاز المناعي، زي الروماتيزم، زي الفايبروماليجيا، زي مشاكل كل الغدد، كلها مشاكل مناعية اللي هي أسبابها لسه مش معروفة، بس معروفة طبعا إن هي شغلة غلط في الجهاز المناعي والجهاز العصبي. هلا علاج هاي الحالات كلها والآلام هذه، وهذا رد طبعا على الكثير من التساؤلات، وبالأخص من السيدات ومن خالتي وعمتي وستي، هم اللي أكثر معرضين طبعا لهاي المشاكل وهاي الآلام المزمنة اللي هي بتكون يعني تغير الحياة كاملة عند الشخص المصاب، اللي هي معاناة ولا نافع معها لا أدوية، لا نافع معها لا مسكنات في العلاج، يعني كل هاي الأدوية وهاي المسكنات كلها بتخفف الأعراض، ماشي الحال بتخفف الأعراض يوم يومين ثلاثة، بعدين بتصير تخفف أقل، بعدين بصير في عنا حالة إدمان على هالأدوية هذه كلها، والمضاعفات الأدوية بتزيد الطين بلة بدل ما إنه نشفى. شو العناصر اللي إحنا كيف بدنا نغير نظام حياتي، هذا نظام حياتي في التعامل مع الحالات هذه، كيف بدي أنا أعالج حالي، شو الخطوات والنصائح يا دكتور اللي بتنصحني، أنا مش قادر أتحمل، يعني جربت كل شيء وفيش شيء نافع. التغيير حيكون تغيير تدريجي مش تغيير مباشر، في شغلات من اللي بتسووها تعطيكم تغيير مباشر وتخفيف للآلام بشكل مباشر أسرع من الأدوية، وفي شغلات بتاخد وقت عشان تجيب المفعول اللي بدكم إياه. أول الأمور اللي بدكم تاخدوها بعين الاعتبار طبعا اللي هي موضوع الحركة، قد ما نقدر نتحرك بدنا نتحرك، في عنا المقدرة نمشي بدنا نمشي، في عنا المقدرة إن وإحنا قاعدين نحرك إيدينا شهيق وزفير شهيق وزفير 10 مرات، أكيد في عنا المقدرة، في عنا المقدرة إن ننام على ظهرنا ونصير نعمل حركات، لا تمارين أكيد نقدر ننام على الأرض ونرفع جرينا لفوق هيك 10 دقائق مرة مرتين في اليوم عشان نخفف من آلام الخضران والنمنمة والآلام اللي بتصير في البطاط، وخصوصا أثناء الليل بنقدر، يعني هاي شغلات مقدور عليها. الحركة بركة، الحركة هي اللي حتنشط كل شيء. بداية الحركة يعني واحد ما صار له قاعد 10 سنين 20 سنة وهو على هالأدوية وما بتحرك ويبلش يعمل تمارين وحركات وكذا، أول يوم يومين ثلاثة أكيد حيتعب، أكيد الألام حتزيد، بس هاي ألام تاني، هاي ألام مفاصل، هاي ألام شد عضلات، تقوية في العضلات، العضلات صارت تتحرك، الدورة الدموية صارت تتحرك، وهاي الألام مبسطة وحتدمنوا عليها لما تبلشوا شوي شوي، لأنكم حتشوفوا المضاعفات اللي حتيجي. غير الحركة طبعا الشغلات، التمارين التنفسية، التمارين التنفسية أساسية أساسية لإلكم. التمارين التنفسية القصد فيها يعني فقط إنه وأنا قاعد بالطريقة هذه بس أخذ أو أرفع إيدي إذا في عندي قوة أكثر،
واعمل شهيق وزفير وزيد السعال الرئوية ودخل أكسجين وخفف الضغط النفسي والضغط العصبي والضغط الدم اللي موجود فقط في مجرد عملية استنشاق هواء وتحفيز للعصب الحائر اللي هو طوالي حيخفف الاسترس وحيخفف دقات القلب وحيخفف أعراض الكولون العصبي. وهذا من الطرق اللي بتحفزه الرئيسية اللي هي التنفس، التنفس كأكسجين والتنفس كضغط داخلي. هذا العصب بيشتغل على الضغط، إذا زدنا الضغط الداخلي بيشتغل فبنزل دقات القلب، بنزل الضغط، بنزل الضغط العصبي. لما واحد يعصبكم شو بتسووا؟ تاخذوا شهيق وزفير مرة مرتين ثلاثة عبين ما تهدوا، لأن هاي حتهديكم. بس إذا مثلا أمكم بتعصبكم أو حج كبير أو أبونا، بدنا نضلنا نتنفس تنهدى بالطريقة هذه وبعدين بنروح ومنحب على إيدهم. فالتنفس مهم كتير. المياه، هلأ أي واحد عنده أي تعب أي مشكلة جسدية وبده يريح أعصابه وبده ينشط حاله ويولد طاقة أكتر ويزيل كل التعب اللي موجود في جسمه وينشط الدورة الدموية وينشط الأعصاب، بده يستخدم المياه. عشان هيك المياه موجودة عندنا كمسلمين 5 مرات في اليوم وضوء، لأنها بتعطيك انتعاش. المياه لازم تكون حمام يوميا في الفترة الصباحية، نتحمم، ناخذ لنا حمام مي سخنه، ننظف حالنا بشغلات طبيعيه، بليفه طبيعيه، نفرك تحت المناطق تحت الاباط من ورا قد ما نقدر. يعني هذا الفرك وهذا في الليف الطبيعي، هذا مساج تحفيزي للاعصاب، للجهاز العصبي اللي متركز في كل مسامات الجلد. هذا بفتح المسامات تحت العرق اللي هي بتزيل لك السموم، بتزيلها التعب من العضلات، بتنشط الدورة الدموية، بتحافظ على البشرة. فالحمام ضروري، والحمام يعني إذا بنغضر نخلي المية في الآخر الحمام شوي فاتري، اللي ننشط الجهاز المناعي عنا ونقويه، ننشط جهازنا والأعصاب إنه يقوى أكثر. وبعدين في آخر الحمام فقط دقيقتين حمام مية باردة، حمام ماي باردة والكل بيقدر عليها والكل بيستطيع تحملها. هي عملية فقط شوك هيك بسيط تعطيك قوة تشيل الضغط العصبي وتريحك وتوصل دورة دموية سريعة لكل أعضاء وخلايا الجسم وخصوصا السطحية. يعني بعد هالدقيقتين هذا كل وجهكم وإيديكم وجريكم بيصيروا حمر وبتشعروا بحرارة مش في برودة، وبتحرقوا سعرات حرارية، يعني بتنحفوا بس عن طريق الحمام المي الباردي هذا والمشي. الشغلات الثانية طبعا النظام الغذائي. أي واحد بيعاني، أي واحد عنده التهابات عنده آلام، بده يدير باله على النظام الغذائي، شو بدخل معدته. النظام الغذائي بدها تكون حمية، يعني بدنا ندخل شوربات خضار، شوربات عظام البقر مرة لمرتين في الأسبوع بشكل بسيط، بس يعني كأسين شوربات، وتحتوي على كثير من البصل، كثير من الثومة، كثير من الأعشاب هذه والبهارات اللي بس ما تتعب معدتكم، بس إنه يكون في إشي حار اللي يحرك الدورة الدموية الداخلية وينشط وينظف الكولون بها الشوربات الساخنة اللي هي باي ذا واي عم تحتوي على كولاجين، تحتوي على أحمار. الكولاجين أساسي لعملية الإصلاحات الداخلية، يعني لصحة جلدك، لصحة الكولون، كل الأغشية الجسم مبنية فيها الكولاجين اللي بدنا نأكله في كأدوية في نظامنا الغذائي. السلطات مما هب ودب، كل يوم أقل شيء صحن صحنين سلطة، أقل شيء السلطات حتناموا كويس، حيخفف الألم، ضد الأكسدة، بما هذا اللي بدنا إياه، ضد الالتهابات، بدنا نخفف الالتهابات وننشط هالجسم في هالمعادن والفيتامينات. العصائر الفريش اللي الطازجة هذه والموسمية، يعني هلا شو في عندنا؟ في عندنا بطيخ كويس كتير، البطيخ بعطي طاقة، البطيخ بنظف، البطيخ برطب، البطيخ
قوة جنسية أكبر، حرك سعرات حرارية أكبر، لأنه بحرك الجسم. في عنا الرمان، هذا اللي بدنا إياه هلا، عصير الرمان مرة في اليوم بنشط الدورة الدموية، بيمنع خشونة الشرايين وتصلب الشرايين، مهم كتير لصحة العضلات ولتخفيف الألم، وكمان بيمنع من الشيخوخة، بخفف أعراض الشيخوخة. وهذا اللي بدنا إياه. التين ما هو معروف، التين وحطوا عليها الزيتون، هاي ضد الشيخوخة، ضد أعراض الشيخوخة، يعني تحسين للأداء الجسمي للجسم تاعنا. التوتيات بمختلف أنواعها، الكرز بألوان مختلفة، إيش الأسود، إيش الأحمر، إيش الأصفر، الفليفلة، الفواكه كلها، الحمضيات، كله متوفر وكله كويس وكله فريش، هذا موجود وهذا لازم يكون. المياه لازم نركز، كل ما كان عندنا آلام أكثر، كل ما الأعصاب بدها مياه للتبريد، بدها مياه إلها تحافظ على عملها بشكل صح. كل شيء في جسمنا بده مياه، فالمياه بدها تتاخد عن طريق المياه العادية اللي بدنا نشربها بشكل صحي، أقل شيء 8 كاسات، يعني قلتين له زي هذه في اليوم، مياه صالحة للشرب كويسة محتفظة على عناصر معدنية، وهاي العناصر اللي هي حتشلنا السموم، فهاي ضرورية. وقبل ما تروحوا على التمرين والرياضة والصباحي هذا المشوار، بتكون كاسة مية الصبح وكاسة مية مش يعني قبل التمرين وبعد التمرين، وأثناء التمرين تأخذوا كنية كزاز مي باردي اللي تحطوا على وجهكم وتخففوا وتنعنشوا، مش تروحوا تتعبوا. فالمياه الباردي كمان مرة بدنا نركز على المكسرات والأسماك، هذه ضرورية لوجود كل العناصر اللي بتعرفوها، مناش نرد نكرر. وخففوا قد ما تقدروا من الطحين، من الخبز، من الصودا، من المشروبات الروحية، من الرز الكتير، البطاطا الكتيرة، السكر قد ما تقدروا، والسكريات هذا قد ما تقدروا خففوا خففوا، بس بالمقابل بدكم تتحركوا. والشغل اللي بدها تساعدكم كمان اللي هي زيوت، الزيوت اللي ممكن انتو تعملوها في البيت، والقاعدة لإلها زيت الزيتون الأصلي هيك كويس بكر، يعني عصرة أولى، وينضاف لإله مطحون عندكم من كل الخصائص، ما النعناع، الزعتر، البابونج، طحنة من المطحون، البابونج اليابس أو اللي زي الشاي بنطحن ملعقتين 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 من كل هالمواد هذه، وبنحط ملعقة ملح مع الزيت، وبنحط كمان ملعقة ملعقتين ليمون مع الزيت، وبنخلط مع زيت هالزيتون، وادهنوا ادهنوا على مناطق اللي بتألمكم. الدهن والمساج بيرطب المنطقة أول شيء، بيخفف الألم بشكل مباشر، بنشط الدورة الدموية على المنطقة المصابة وين ما كانت، رقبة، كتف، ظهر، ركبة، جسمي كله، المنطقة الصدرية. حطنا لكم فوق 30 وصفة علاجية كيف تعملوا هذه الزيوت بالتفصيل، خطوة 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 على الفيسبوك نزلنا لكم إياها، بس أنا لاحظت أنه فيش مشاهدات كتير على الفيديوهات هذه، لأنه هذه إذا بتقولوا لي كيف نعملها يتفضلوا بالتفصيل كيف تعملوها، بس ما عليكم اللي تنفذوا وتوضعوها كم مرة، نوضعها مرة مرتين ثلاثة في اليوم، ما بتضرش على الجلد، بالعكس هذه اللي بدها ترطب الجلد، وهذه بتحسن الدورة، وهي اللي بدها تشيل البثور وتمنع التقرحات اللي موجودة على الجلد. طيب هذه المواد يعني بتساعد، زيت الزيتون لحاله إذا حطناه ودهناه بشكل دافي هذا حيساعد وحيخفف الألم، أي ألم موجودة، إحنا بدنا رطوبة في العضلات وبدنا تضلها مزيتي. وهذه الزيوت ما هي تحتوي كمان على عناصر الجلد بده إياها، والعضلات والمنطقة الشحمية اللي تحت الجلد كمان بدنا إياها. وما تنسوا كمان فيتامين دال، هاي ما هو هذا بناخده مع المشوار الصباحي أو مع الكعدة برا الصبح، مع إبريك شاي، مع نعنع، مع ميرامية، مع شجيرة، مع أي شيء عشبي، مع شوية عسل، خدوا عسل بدكم طاقة
أي واحد تعبان، أي واحد مريض، بده طاقة، بده طاقة. وأفضل أنواع الطاقة هي عندكم عسل، بس اضمنوا أنه يكون عسل كويس عضوي وجيد. خففوا من أكل اللحوم قد ما تقدروا، اللحوم مش كويسة، لأن مصادر اللحوم مش كويسة، يعني مرة في الأسبوع وكتير، على حساب أنكم تكثروا من السمك وزيت السمك وزيت الحوض. الشغلات اللي حتساعد كمان الناس اللي عندهم الآلام المزمنة، التبخيري، التبخيري في المياه الساخنة، وتحطوا النعناع، الزعتر، البابونج، الليمون، الملح، وتستنشقوا هالبخار ولو مرة في اليوم 10 دقائق. هذا حيساعد أي حدا عنده أي مشكلة، وخصوصا طبعا المشاكل التنفسية أو البلغم على الرئة. يعني هذا التبخيري علاج رئيسي، ومع التبخيري طبعا بدنا ناخذ شهيق وزفير، هاي تمارين تنفسية، وبدنا نطلع البلغم، وبدنا نخفف الاحتقانات في الجيوب الأنفية. التبخيري لازم تكون مرة مرتين في اليوم. الشغلة المهمة كمان يا جماعة الخير، المخدة اللي بننام عليها، المخدة اللي بننام عليها، أي واحد بده ينام تقصوا الموضوع هذا. النوم 8 ساعات، والنوم مهم جدا ل خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل وآلام، عساس إعادة البناء ويرجع يقوي الأعضاء ويفرز هالهرمونات. فالمخدة لازم تكون أول شيء من شغلة طبيعية، يا صوف، أفضل شيء صوف، مخدة صوف. الغطاء اللي على المخدة هذا لازم ينغسل مرة مرتين في الأسبوع أقل شيء. هذا الغطاء أنتوا بتحطوا بشرتكم عليه أثناء فترة الليل، يعني ما تقولوا لي حب شباب يا دكتور على منطقة واحدة والمنطقة الثانية لا، لأنه حضرتك بجوزي بتنامي على المنطقة هذه، وهي اللي بتكون ملامسة للمخدة، والمخدة وسخة وفيها بكتيريا أو مواد بتعطيك حساسية، وأنت مش عارف ليش هاي الجهة فيها حبوب وهاي الجهة ما فيها، لأن بنام على الجهة اليمين. فلازم تتشمس المخدات هذه، لازم نحافظ على الأساسيات، وبناخذ بعين الاعتبار طبعا الفرش اللي بدها تكون مش هزازة ولا صلبة ولا أنام على الأرض، فرشة قوية صلبة يعني ما تهفت، هذه مريحة للعمود الفقري وللرقبة. أنا بدي أريح الرقبة أثناء النوم، مخدة كويسة وفرشة كويسة. الرقبة هحكي لكم عليها موضوع خاص هذا بعدين بجوز اليوم، بس الرقبة بجوز أول شغلة بتاخدوها في اعتبار إذا بدكم تحكوا عن مسببات الأمراض كلها اللي عنا، منطقة الرقبة باعتبارها واصل رئيسي بين الدماغ وبين الجسم كله، وتأثيراتها بتكون على الأعصاب، وهي أهم شيء. وأهم شيء إذا أثرت على العصب الحائر اللي هذا حنحكي لكم عليه بعدين، غير التأثير على مجرى الدورة الدموية، وغير التأثير على كمية الدم اللي هتخرج من الوريد ومن النخاع الشوكي، هذه اللي بتعمل غسيل للدماغ وبتشيل هالسوائل. هذا المؤثر الوحيد اللي بيأثر على هاي الأمور كلها وضعية الرقبة. وضعية الرقبة بيحدد كتير شغلات صحية في جسمكم، حنحكي عنها في المحاضرة واللقاء الجاي إن شاء الله. لأي واحد بيعاني من أي مشكلة إن شاء الله مسمار عظم، مهم يشوف المحاضرة هذه عن العصب الحائر. تحياتي لكم، دكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل. سلامات.